معالي زايد مولودة 5 نوفمبر 1953 وتوفيت 10 نوفمبر 2014، هي ممثلة مصرية قدمت حوالي 80 فيلم قبل أن تتوفى في 10 نوفمبر 2014 بعد صراع مع مرض السرطان. دي وهي صغيرة، الله يرحمها. دي معالي زايد اللي احنا عارفينها، الوجه الجميل. عانت كتير في حياتها، هنشوف التفاصيل دلوقتي. تنتمي لعائلة فنية، فوالدتها الممثلة أمال زايد وخالتها الممثلة جمالات زايد، كما أن لها صلة قرابة بالسيناريست محسن زايد. كلهم معروفين، أدي معالي زايد أول واحدة على اليمين، بعد كده والدتها أمال زايد، بعد كده خالتها جمالات زايد، وفي الآخر السيناريست محسن زايد. تخرجت من كلية الفنون الجميلة عام 1975، كما حصلت على بكالوريوس من المعهد العالي للسينما، وتزوجت الراحلة أكثر من مرة ولكنها لم تنجب، ولها في هذا الأمر أكثر من حكاية. دي صورة برضو نادرة ليها. فقد جمعها اليتم بزوجها الأول الذي كان يعمل مهندسا، إلا أنه أصغى إلى أصدقائه الذين كانوا يوجهونه حتى في منزله، فانتهى زواجهما بعد 3 أعوام. ويحكى أيضا أنها تعرضت في أحد الأيام إلى آلام الزائدة الدودية، وكان الطبيب الذي شخص حالتها هو زوجها الثاني، وقعت في غرامه، ولكنها اكتشفت بعد الزواج أنه انطوائي جدا، وأن طباعهما مختلفة، مما أدى إلى تزايد العقبات في وجه هذا الزواج، فحدث الانفصال أيضا. قالت معالي زايد في تصريحات قليلة بشأن فشلها في الزواج أن هناك أمورا لم تتحملها، لديها طفل واحد تقوم بكفالته، وصرحت أكثر من مرة بندمها على الزواج، مؤكدة أنها لن تتزوج ثانية إلا إذا حدثت معجزة كبيرة، فهي ليست فأر تجارب للرجال على حد قولها. وتميزت معالي زايد بالطموح والثقة بالنفس والقدرة على ممارسة أعمال الرجال كلها، وربما بكفاءة أكبر، وهي مواصفات برج العقرب الذي كانت تنتمي إليه. كما كانت تؤمن بالحسد، وعندما تشعر به تشعل البخور في منزلها أو داخل المزرعة التي قضت فيها أيامها الأخيرة قبل وقوعها فريسة المرض، فقد كانت تشعر بهدوء الأعصاب حينما تشعل هذه البخور. ودي صورة نادرة ليها مع نجلاء فتحي وصلاح السعدني وابنه أحمد السعداني. دي صور ليها نادرة. معالي زايد من مواليد حي السيدة زينب في القاهرة، وعاشت فيه أجمل أيام طفولتها ومراهقتها وبداية شبابها، خصوصا منطقة الوفدية، حيث كان معظم صديقاتها. وبالرغم من أنها قامت بشراء شقة بالمعادي، إلا أنها رفضت ترك شقة والدتها في شارع شامبليون بوسط البلد، وعاشت حياتها الاجتماعية بشكل طبيعي. هنا صورة نادرة مع نور الشريف وسط البلد. دي معالي زايد. إلا أنها كانت تكره السهر، فقد فضلت عبر حياتها النوم مبكرا للحفاظ على بشرتها، وكانت أيضا تكره الدلع الزائد عن الحد، وترفض التدخل في حياتها الخاصة. والدها هو اللواء عبد الله بنياوي، كان من الضباط الأحرار في الجيش المصري. أما والدتها فهي الفنانة الراحلة أمال زايد، وخالتها الفنانة الراحلة جمالات زايد. هنا صورة نادرة ليها في طفولتها، أنا مع والدتها أمال زايد. ولها أكثر من قريب في الوسط الفني مثل السيناريست الراحل محسن زايد، أما شقيقتها الكبرى مهجة فهي ربة بيت رغم أنها خريجة تربية رياضية، وهي متزوجة من قبطان بحري ومقيمة في الإسكندرية. أما شقيقها فهو الدكتور محمد، يعمل استشاري أمراض نساء، وكانت لها شقيقة صغرى اسمها ماجدة، ماتت قبل حصولها على بكالوريوس الطب بعام، الله يرحمها.
مآسي كتير في حياة معالي زايد. هنا مع نجيب محفوظ، كاتب والروائي الحاصل على جائزة نوبل. عاشت معالي السنوات الأخيرة من حياتها داخل مزرعتها الخاصة التي أخذت كل اهتمامها وأضفت على حياتها سعادة من نوع خاص، حتى إنها كانت تزرع الأرض وتربي الحيوانات كفلاحة مصرية بسيطة، وكانت تطلق على حيوانات مزرعتها أسماء معينة تناديها بها. وفي هذه الفترة أكد العديد من نجوم الفن المقربين بها أنها كانت تعاني من حالة من الإحباط الفني بسبب ضعف السيناريوهات التي كانت تقدم لها، لذا كانت مزرعتها هي الملجأ الذي دفنت فيه إحباطها وحزنها. ويبدو أن جينات السياسة انتقلت لها، ولكن ظهرت هذه الجينات في سنواتها الأخيرة حيث مارستها مثلها مثل أي مواطنة مصرية أخرى عقب ثورة 25 يناير، وكانت تقف في نفس الاتجاه الذي يقف فيه الشعب، عارضت الإخوان ووقفت ضدهم بقوة وشاركت في بعض التظاهرات المؤيدة للجيش، وأعلنت تأييدها للسيسي وأطلقت زغروطة مصرية فور إعلانه ترشحه للرئاسة، كما منحته صوتها في الانتخابات الرئاسية. حصلت على جائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم السادة الرجال من جمعية الفيلم، وبلغ الرصيد الفني للفنانة المصرية معالي زايد حوالي 80 فيلما سينمائيا و60 مسلسلا تلفزيونيا. وهنا دي مشاهد من أعمالها مع محمود عبد العزيز، هنا مع هالة فؤاد ومحمود عبد العزيز الله يرحمه، بالإضافة إلى 6 مسرحيات ومن أبرز أفلامها الشقة من حق الزوجة مع الفنان محمود عبد العزيز، وسيداتي آنساتي، والسادة الرجال، والصرخة. دي مشاهد من أبرز أفلامها، أفلام حلوة وجميلة كلنا فاكرينها. وحصلت على جائزة الإبداع في مسابقات الإذاعة عام 2007، وجائزة أحسن ممثلة عام 1983 عن مسلسل دموع في عيون وقحة، بالإضافة إلى تكريمها في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية عام 2007. في 10 نوفمبر 2014 توفيت معالي زايد بعد إصابتها بمرض السرطان، الله يرحمها. كانت ممثلة جميلة. وأكدت الفنانة المصرية هالة صدقي أن الفنانة الراحلة معالي زايد كان لديها إحباط شديد في سنوات حياتها الأخيرة، وذلك بسبب ابتعاد المنتجين عنها. هالة قالت: هناك فنانون يتوارون ولا يستطيعون التنازل، وآخرون من الممكن أن يتواصلوا، مثلا الفنانة هدى سلطان التي حاولت الاحتفاظ بمكانتها، وفي الخارج يهتمون بالفنانين ويعطوهم مكانتهم ويخرجون الجيل الجديد في الوقت نفسه. والراحلة معالي زايد عرض عليها أدوارا ولكنها رفضتها لأنها بلا قيمة وصغيرة، وأيضا بسبب أن البطل أو البطلة غير معروفين، وهذا الأمر أوجعها كثيرا. الفنانة المصرية أكملت حديثها عن معالي زايد وأضافت خلال استضافتها في برنامج أنت حر مع السيناريست مدحت العدل: كان لديها إحباط وجاءت بالمزرعة لترسم وتربي الطيور لأنها صعبان عليها نفسها، وهي لم تحصل على حقها الذي تستحقه، بدليل أنها في مسلسل موجة حارة كانت من أعظم الممثلات، وهي من أقوى ممثلات جيلنا، فكيف لم نستغلها؟ دي هالة صدقي ومعالي زايد. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين. شكرا لكم، قناتكم قناة أخبار النجوم.